هذا النهار عندنا حفل خاص، حفل حنة، حنة البركة للأبناء، للبنات اليتامى. وهذا النهار جد فرحانة بزاف باش جينا فرحنا بهاد البنيتات في دوار شالفة. اليوم احنا جد فرحانين، دايرين حفل حناء لبنيتات اليتامى والبنيتات اللي محتاجين مساكن. اليوم استهدفنا القرى اللي مشينا لدوار الحشالفة، واللي فرحنا بهاد البنيتات وكانوا فرحانين بزاف، وتبارك الله درنا لهم دويزادات، يعطيناهم الفاكية، حنينا لهم كيتبرزوا، الحمد لله هما فرحانين وحتى حنا فرحانين. انا اليوم فرحان بزاف حيت شفت واحد الفرحه في الوجهات ديال هاد البنيتات الصغار والوليدات اللي فرحناهم هذا النهار بهذا الحفل الحناء، وهما وليدات ديال دوار الحشالفه. كنا درنا بعد الحناء للبنيتات ديال المدينه، دابا اليوم درنا مع الناس ديال البوادي. كانت بادره طيبه، والشكر موصول للناس اللي ساندتنا وجاردات اصوات، كنشكرها بزاف لانها مدعمانا. والشكر موصول للجميع اللي حضر معنا واللي ساندنا، ومنهم الناس ديال النقافات خدموا معنا مزيان في هذا الحفل هذا، وكنشكر الجميع. ما نطولش عليكم، شكرا على هذا الحفل الحناء اللي قامته هنا في دوار الحشالفة، وفرحنا هاد البنيتات ما شاء الله. كما كتشوفوا كاينين بنيتات تبارك الله اللي جاوا وحناو وعطيناهم فاكهة وعطيناهم بزاف ديال الأغراض، والحمد لله ملي كنشوفوا الفرحة ديال هاد الوليدات وديال هاد البنيتات راه حنا بحال فرحانين حتى حنا كذلك. وكنشكروا جميع الاخوان والاخوات، وكنشكروا جريده اصوات على هاد التغطيه اللي دارت لنا، وان شاء الله مازال ان شاء الله القادم افضل. والسلام عليكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.